السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا تمرين في النشر ديفلوبي بو ريدوير لي زيكيتور سويفونت. اذا نذكركم قاعده النشر، اذا ا زائد ب عامل ا ولا سي زائد دي. اذا هذه القاعده الثانيه، اذا كنضربوا ا في سي وكنرجع نضرب ا في دي. اذا ا سي زائد A في D زائد كضرب B في C ثم B في D. إذا B C زائد B في D. إذا نبدأ بالعدد A اللي كيساوي 8 B ناقص 1 ناقص B ناقص 4. إذا غادي نضربو 8 B مضروبة في B. إذا 8 بي مضروبة في العدد بي، وكذلك 8 بي مضروبة فاش؟ في ناقص 4. دائما العدد بالإشارة ديالو. إذا كنحددو الإشارة 8 بي في ناقص 4، يعني زائد 8 بي في ناقص 4 هي ناقص. إذا 8 بي مضروبة في العدد 4 ناقص 1 في ناقص بي، ناقص في ناقص زائد، إذا 1 في بي ناقص 1 في ناقص 4. اذا ناقص 1 في ناقص ب ناقص 1 في ناقص 4. اذا ناقص في ناقص زائد، اذا هي 1 في العدد 4. اذا 8 ب مضروبه في ب، اذا هي 8 ب في ب هي ب اس 2. اذا 8 ب مضروبه في 4، اذا هي 8 في ب في 4. 8 في 4 كنضربوا العدد المعلوم في المعلوم، اذا 32 ب. واحد في بي بي زائد 4. إذا دابا غنحاولو نبسطو هاد الكتابة هادي. إذا 8 بي كاري، إذا يمكن لي نجمع ناقص 32 بي مع بي. إذا ناقص 32 بي زائد 1 بي هي ناقص 31 بي زائد 4. دابا ندوزو العدد الموالي. إذا ب، إذا 7 ناقص 5 إكس، جوج ناقص إكس. إذا 7 مضروبة في 2، إذا 7 في 2، 7 في ناقص إكس عدد الإشارة ديالو. إذا 7 في ناقص إكس هي ناقص 7 في إكس، ناقص 5 إكس في 2، ناقص 5 إكس في 2، ناقص 5 إكس في ناقص 2 أو في ناقص إكس. إذا ناقص 5 إكس في ناقص إكس، ناقص في ناقص زائد. إذا 5 إكس مضروبة في إكس. إذا دابا غنبسطو، 7 في 2 14، 7 في إكس 7 إكس، 5 إكس في جوج، إذا 5 في جوج هي 10، إذا 10 إكس، و 5 إكس مضروبة في إكس هي 5 إكس أس 2. إذا غنشوف واش عندي إمكانية التبسيط. إذا هنا ممكن نجمعو إكس مع إكس، إذا ناقص 7 إكس ناقص 10 إكس، إذا هي ناقص 17 إكس زائد 5 إكس كار. هنا ميمكنليش نزيد نبسط هاد الكتاب. ندوزو دابا لسي. إذا 3 إكس زائد 1 5 إكس زائد 4. إذا 3 إكس مضروبة 5 إكس، 5 إكس 3 إكس مضروبة في زائد 4. واحد مضروبة في 5 إكس، إذا واحد في 5 إكس، واحد مضروبة في 4. دابا نحاولو نحسبو.
إذن 3 إكس في 5 إكس، إذن 3 في 5 راهي 15، و إكس في إكس هي إكس كاري، زائد 3 إكس في 4، إذن 3 في إكس في 4، 3 في 4 12، إذن 12 إكس، 1 في 5 إكس هي 5 إكس، زائد العدد 4. إذن إمكانية ديال تبسيط، عندي 12 إكس زائد 5 إكس، إذن هي 17 إكس زائد العدد 4. آخر عدد اللي هو الدي، إذن 3 ناقص جوج إكس عامل 3 زائد جوج إكس، إذن كنديرو النشر، إذن 3 مضروبة في 3، 3 مضروبة في زائد جوج إكس، إذن هي زائد 3 في جوج إكس، ناقص جوج إكس مضروبة في 3، ناقص جوج إكس 3، ناقص جوج إكس في زائد جوج إكس، إذن ناقص جوج إكس زائد جوج إكس، إذن كنديرو عمليات الضرب، 3 في 3 تسعود، زائد 3 في جوج في إكس، إذن هي 6 إكس، إذن جوج في إكس في 3 هي 6 إكس. إذن ناقص جوج، إذن عندنا جوج في إكس في جوج في إكس، إذن جوج في جوج 4، و إكس مضروبة في إكس هي إكس أس 2، إذن لاحظوا هنا راه عندنا جوج إكس مضروبة في جوج إكس، إذن جوج إكس في جوج إكس راه يمكن لي نفك بهذا الشكل هذا في جوج إكس، إذن جوج في جوج هي 4، و إكس في إكس هي إكس كار، إذن تسعود، 6 إكس ناقص 6 إكس هما عددان متقابلان دو نومبغ أوبوزي، إذا المجموع ديالهم صفر، إذا كيبقى زائد صفر ناقص 4 إكس كاري، إذا تسعود ناقص 4 إكس كاري.